من باريس ينضم إلي مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس. مرحبا بك سيد مجيد. يعني بداية وقانونيا، كيف ينظر إلى هذا القرار الذي يتيح بسحب الإقامات من أي طالب لجوء؟ يعني ضروري أن نبدأ من النقطة الأساسية أن أي بلد كان له الحق في سن أي قانون يريده، والدنمارك الآن تسن هذا القانون، ولكن إذا عبر ذلك القانون عن السيادة الدنماركية لأن البرلمان الأوروبي صادق عليه، فإن أي دولة لا يمكن أن تسن أي قانون كان إلا إذا احترمت حقوق الآخرين وحقوق الأطراف الأخرى. أي السيادة بمعناها في القرن التاسع عشر انتهت حسب القانون الدولي، والآن السيادة يجب أن تحترم حقوق الآخرين وهنا حقوق المهاجرين. وبالتالي فإن صرخت أصوات وتقول أن الدنمارك ككل دولة أخرى يمكن لها أن تسن أي قانون كان، هذا صحيح وفي حدود، والحدود هي احترام قوانين احترام حقوق الآخرين. الآن هناك نقطتان، النقطة الأولى أن القانون الدنماركي يجب أن يكون منصهر في القانون الأوروبي ومنصهر في القانون الدولي، والقانون الأوروبي والقانون الدولي يعطي حقوق للمهاجرين، أي أن المهاجر إذا ترك بلده ودخل إلى بلد ثاني يجب إيواءه ويجب السهر عليه ثم النظر في وضعيته. وبالتالي فإن العملية التي قام بها الدنمارك وإن كانت سيادية فهي تخرق حقوق هؤلاء الناس، ويمكن التظلم أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، أو يمكن التظلم كأشخاص إلى محكمة. هي مسؤولية من سيد مجيد اليوم؟ من مسؤول أو من يمكن له الوقوف بوجه هذا القرار والضغط على الحكومة الدنماركية بالتراجع عنه؟ أي ملاجئ وأي منظمة حقوقية يمكن لها أن تعترض على هذا القانون وتطعن في قانونية هذا القانون من ناحية الشرعية الدولية والشرعية الأوروبية. إذا كانت أشخاص أو أفراد يمكن أن يلجأوا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذا من الواضح أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستصدر أحكام ضد هذا النوع من القوانين. الدول الأخرى يمكن أن تتظلم، ودول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية يمكن أن تطعن في شرعية هذا القانون أمام المحكمة الأخرى التي هي المحكمة التي تنظر في النزاعات داخل منظومة الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فأي المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية الأخرى يمكن أن تطعن أمام هذه المحكمة، وستأخذ كذلك يعني بكل وضوح أحكام ضد هذا القانون، وبالتالي هذا القانون. لماذا المؤسسات الحقوقية اليوم سيد مجيد بالاتحاد الأوروبي يعني لم تتحرك ولم تستجب بسرعة يعني وتقوم بالرد على هذه الإجراءات؟ يعني هذا يعني باين تقصير، ولكن يمكن تداركه. المسألة هي يجب يعني النظر في هذا كيفية الطعن بشكل، القانون لسه جديد، لسه له أيام قليلة، ويجب تجهيز ملف، وهذه الملفات ستنظر فيها إذا وقع تقديمها. فإن هذه يعني هذا القانون سوف لن يصمد كثيرا، ولو كان قانون سيادي. ولذا الرسالة الأساسية الآن هي يجب على عديد من الدول أن لا تنظر إلى السيادة بأنه قرار مطلق، يعني الأمر يعني الحكم بأمره، ولكن كل دولة يجب أن تسن القوانين وتأخذ بعين الاعتبار حقوق الأطراف الأخرى، وهنا حقوق اللاجئين، وإلا فإن قوانينهم ستبقى حبر على ورق وستبقى إلغائها. والأسس القانونية التي ستنبني عليها ذلك هي أن كل لاجئ له الحق في أن يحمي نفسه، وأن المعاهدة الدولية تحمي اللاجئين لوضعهم وتعطيهم هذه الحماية، والحماية هي مكفولة من القانون الدولي. شكرا جزيلا لك من باريس مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس.